تحية صباح الخير. أنا صوتكن لدى الغرب، هذا هو العلم، علم ثورة هالشعب الكبير المهم في سوريا، هذا علم الثورة. صباح الخير. خلونا نقولكم اليوم عم نسمع أبشار الراي عم بيقول إنه ما في ولاء شو أو وفاء أو إخلاص للمواطني إلا بلبنان. مش صحيح كلامك. زعماء لبنان اللي كانوا يؤمنون بلبنان ويؤمنون بالسيادة والاستقلال طيرن كلهم حافظ الأسان، شي وديل برا وشي قتل وشي موته، ما بقى في مش كلهم، في مجموعة، ولكن حتى أنت ما بتستقبلون. ليش ما بتستقبلون؟ لأنك أنت معين، أنت معين لم تنتخب، أنت معين بالميل تبع ثاني أباشا، هذا أنت بشور الراعي، هذا وضعك. هلا مثل الرئيس ترامب راح على موسكو، بعض الأجهزة الأمريكية أو بالأحرى أحد الفورمر سابق كان بالأجهزة الأمنية بيقول بالسي اي اي إنه عاملين له فيديو وعاملين له صور بتصرفاته الخاصة. أنت نفس الشيء، بس الناس خايفة شو بده يطلع بوتين بهالملف، وأنت خايف نفس الشيء. ما حدا بيعرف. الرئيس ترامب بيعرف إذا هونيك عمل شيء، شرب كيس، رقص، صقف، هو بيعرف. وانت بتعرف شو هو ملفك. هني بيقولوا كيمشينك بملفك وقت اللي بدهن بيفتحوا عليك. من هون ليه بقى تستعمل المورني؟ في قضائلة 10% الماكسيموم من المورني يؤمنون بالسيادة والاستقلال وانه هذا وطن. انت ما عم بتقول، يعني اسمح لي الله كيها مثل ما هي، انت عم تكذب وخايف على مستقبلك. بتمنى عليك، انتم ملح الارض، فإذا فسد الملح لا سمح الله بماذا يملح، والموارنة ملح لبنان، فسدوا بلبنان. مش أكترية، مش أكتريتهم، مش كلهم، في فئة بعد مآمنة بوطن أو بأرض. هلأ خلينا نمشي منها. استقيل، قول أنا مريض ورعود بروما بقى. اسمعني كتير منيح وقل للمطورين، وكل واحد منكن بيعرف ملفه، وحدا يجي منكن المطورين يعلن ترشيحه وهو ملفه ما بيليفي. اللي ملفه طاهر جيبوه وعملوه بطرك على بكركة، وإلا وضعنا صعب كتير. النظام الإرهابي بسوريا قتل شخصيات لبنان كله، وعين سفالة الناس ووسوخة الناس بالمراكز بعهد الياس دهراوي وعهد إيميل لحود، زلنا وتم سرقة المال العام. بعض الوزراء المعينين من الله ما سرقوا من المال العام، بيضوا عملي بالبنك تبعهم، بينبيع البنك، بينشري البنك، بيطير البنك، ما قال قيمة في شيء تم. إذن هذا واضح قدامك كله. خلصنا بقى تزعبور وخلصنا بقى كذب، ما بيلي فيك. أنا عم بواجهك بالحقيقة. نعم، شو هي المادة 49؟ أنتوا المورني والسني اسمعوا، هي خطة إيرانية بدن يجيبوا كثافة شيعية من باكستان، ليش بدن يضلوا حد الأكثرية هوني، ومن أفغانستان ويحطوهم بسوريا وبلبنان. إذن المادة 49 هي تكملة للمادة اللي عملها النظام الإرهابي بسوريا بقيادة السافل الوسخ ما في أخلاق المجرم السفاح العائلي الطائفي بشار الأسد. كتير واضحة، يلي ما بيجي على أرضه إلا حق الدولة تاخذ له أرضه، تيعطوها لمين؟ لهدول اللي بدهم يجوا. نفس الشيء بلبنان، بدهم يعملوا أكثرية وخصوصا ببيروت، وموجود الميل، وبيستعملوا التنغيمي الأقليات، بينغمها ساعته ميشيل عان وبشار الراعي وسليمان فرنجية، وبيجيبوا كم واحد مسيحي هيك من سوريا وبيحطوهم بلبنان. هي كله اللي موجودين إسا من المسيحية. إذن هيدي هي كل اللعبة، هيدي المادة 49 شو هي التكملة. وليه بقى تبرموا ليه على اليمين وليه على الشمال وليه من ورا وليه من كذب؟ هيدا الواقع الصحيح اللي بدهن يعملوه. ما هو المطلوب؟ صحيح الحكي، شو هو الحل؟ شو بدنا من التنظير؟ ما في حل الدولتين بفلسطين. إذن الفلسطينيين بدهن يفهموا هالشي، بتروحوا على الأمم المتحدة، على محكمة الجزاء الدولية، روحوا لعند الشيوطين، ما راح يطلع منها شيء، كله وهم وكذب وكذب وهم.
الكفاح المسلح استعملتوه قبل، شو طلع منه؟ ولا شيء. استعملتوه على الأردنيين وعلى اللبنانيين ودمرتوا اثنين. الأردن قدر لحق حلو ووقف. الرئيس الوزراء الصابع عبد السلام المجالي قال بثلاثة مقابلات تلفزيونية بتسمعوهم بالصوت وبالصورة شو عم بيحكي. إذا نحن العرب مثل ما قال الرئيس شيمون بيريز بدنا نشوف الوقايع قدامنا. هيدي الوقايع اللي موجودة، هذا الواقع، هذا هو. هاي المادة 49 تكفي لمادة بشار الأسد، وهذا الواقع الفلسطيني. إذا بهالكثافة الشيعية وين بدهم يصيروا السنة؟ بفوتوا على الداخل على الصحراء، والصحراء فيها كتير، في ناس اضطردت منها، بدهم يرجعوا ويقعدوا عليه بالمنطقة اللي كانوا فيه. اللعبة ماشية. طيب بتقولوا لي شو الحال؟ الحال هي المعارضة السورية السنية. أكبر مشكل بالمعارضة السورية السنية الإسلاميين المتعصبين ربطوا القرآن الكريم بالسياسة، وهذا الغلط. صحيح وطنيين وقاتلوا من أجل سوريا ومن أجل شعب سوريا، وهيدي شابو لألهم. مش داعش. داعش فبركة النظام، والنصرة فبركة النظام. الإسلاميين الحقيقيين الموجودين بتركيا هدول بالحقيقة بتسموهن الإخوان المسلمين، لا قتلوا، قتلوا عن قناعة. ولكن مشكلة الرابطين القرآن الكريم بالسياسة. عم نقول لهم افصلوا يا جماعة، أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. القرآن الكريم سماوي، اعطوا للسماء واعطوا للأرض السياسة، ما فصلوه. إذا مطلوب من المعارضة السورية أن تأخذ موقف الالتجاء إلى دولة إسرائيل، أن نكون حلف إلى جانب إسرائيل، ونقتنع على أنه إسرائيل هي الدولة القوية والمهمة بمنطقة الشرق الأوسط تكيف بالهلال الخصيب، وهي اللي بتقدر تحمينا من هالزعران هول كله، وإلا بدين يكفوا على ذبح شبابنا. بدن يطردوا السنة كلن على الداخل على الصحراء، ما بقى لهم شيء. ها بيصيروا هني الواقع اللي موجودين فيه. من هون مطلوب من السنة اللي موجودين بشمال لبنان بطرابلس وبالضنية وبعكار وبالمنيا، صوتوا سياديين يا جماعة، تتنقذوا لموارني. لموارني موجودين بالقرنة محشورين، ما عندن خيار، حاطين لميشيل عان حيشيرين جوا، ما قادرين يعملوا شيء. انتوا اللي بتحررون. وبكركي شايفين حكينا اللي قلنا لكم اشي قصة بكركي، انتوا بتحررها. ما بتكن صوتوا سياديين، ما فينا نعمل شيء، مكموشين. من هون المعارضة السورية بكن تتغيرها، تشوفوا الوقاية قدامكم. بدنا نعمل حلف مع دولة اسرائيل بوجه هذه الارهابيين، وبدنا نقتنع على أنه إسرائيل هي الدولة المهمة بكل الشرق الأوسط تكيف إذا كانت بالهلال الخصيب، وهي رائدة الهلال الخصيب. نقتنع بهالشيء ونحكيه، ويكون عندنا الجراءة نحكيه، ما نخاف، وإلا وضعنا صعب كتير، صعب كتير. هلأ طالما المجلس الدستوري لغى المادة 49، ما في مشكلة، بيجيبوهم بالقوة، بدهم يحتلوا بيروت بالسكن بهدوء. خود هي مصريات واشتري إقامة، بنعمل لك إقامة نحن بعدين. هذا شيء، هيدي واضحة مثل الشمس، بتحبوا تسمعوها، هيدي هي، هيدي الوقاية عتاد كنياها قدامكم. شكرا وألف شكر. أنا صوت كن لدى الغرب، أنا صوت كن لدى الغرب. إيه بريد قلكن هالشيء. خاطركم